كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح أعزائي مشاهدي فضائية الطريق، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم كنوز. النهاردة مكملين مع حضراتكم الأسئلة اللي بتجيلنا من حضراتكم على الإيميل، وبنطلعها ونقولها لحضراتكم، وبتفيد ناس كتير جدا الحقيقة، وبالذات اليومين دول بتفيدنا جدا في بيوتنا، بتفيد الزوج والزوجة والأولاد وأي حد بيكون فعلا بيسأل الأسئلة دي، بتفيد ناس كتير أو مش بتفيده هو بس. وبيكون نفسي قوي ان احنا ناخد الكلام ونتعلم الاجابات اللي ابونا بيقولها لنا، وردوده علينا فعلا بتعلمنا وبتخلي بيوتنا تنمو وتكبر في كلمة الرب يسوع. ودايما بيكون مشرفني في كل الحلقات، وبنتعلم منه ونتبارك بيه دايما. ابونا الموقر القمص مرقص عزيز، اهلا بيك يا ابي. اهلا بيك يا اختي امجاد، اهلا باحبائنا اللي موجودين في قناة الطريق واستوديو قناة الطريق. اهلا وسهلا بكل احبائنا اللي موجودين قدام شاشات التلفزيون في كل مكان. اهلا بيك يا ابي. وزي ما قلت في اول حلقتنا اعزائي المشاهدين، ان احنا هنتكلم ونكمل مع بعض الاسئله اللي بداناها من حلقتين ثلاثه فاتوا. والحقيقه انا نفسي ان احنا نبقى كل البرامج بتاعتنا برامج تكون ارشاديه علشان نكون مستفيدين ودايما مرفوعين ودايما نرفع بيوتنا. نبتدي حلقتنا النهارده باول سؤال معانا يا ابونا، وهو من احد الازواج، يعني معنى كده ان هو تزوج، لكنه بيسال هو عايز يعرف ايه معنى الزواج او ليه الزواج. هو متجوز وبيسال يعني ايه جواز. واضح جدا من الاسلوب بتاعه ان هو متجوز لكن غير سعيد. يبدو لي ان هذا الشخص كان متفائل قبل الجواز اكتر من اللازم. بنقول له لا، ما تتفائلش اكتر من اللازم، لان زوجتك انسانة زي اي واحدة، زوجتك ما هياش ملاك. دايما الراجل يقول انا هتجوز جمال الروح، لكن الحقيقة بنلاقي باستمرار انه بيجوز جمال الجسد. العلاقة الزوجية يا احبائي عبارة عن مزيج من العطاء والحب. هو جواز كده، علاقة الجواز علاقة طويلة خالدة راسخة، علاقة حب، علاقة حياة ومصير، علاقة تتميز بالاستقرار والثبات والدوام، علاقة أساسها الثقة والطمأنينة، أهم علاقة في حياتك. أنت اللي اخترت الزوجة، بتكلم على الزوجة اللي اخترتها،
هي دي الزوجة. لكن اللي بيتجوز لغرض معين لمصلحة معينة، أو اللي بتتجوز لغرض لمصلحة معينة أو بهدف مادي، ده حاجة تانية. علاقة مع إنسان بالنسبة لك هو الأوحد، هو الأول، وهو اللي في النص، وهو اللي في الآخر، بتبدي دي العلاقة صغيرة تنمو مع الأيام، وفي علاقة بتبدأ فورا، ما بتستناش بالطريقة دي تكبر بسرعة. جوازي أحبائي هو النهاية السعيدة لقصة حب، القصة اللي بيحلم بيها الكل ويتلهفوا على تحقيقها، ويحسوا لما يتمموها انهم بقوا فوق قمة اي شيء، بيحتضنوا الدنيا كلها. لكن الجواز كمان رحلة كفاح مشترك، رحلة كفاح علشان الحفاظ على الحب، الحب اللي بينبض به القلب، الحب اللي بتجد به الروح، علشان الابقاء على السعادة اللي بترفرف بجناحيها على الخلية الجديدة. لازم يعرف الزوج والزوجة ان رحلة الزواج ما هياش سهلة دايما. صحيح هي مليانة بالورود، لكن الورود ليها أشواك، ويخطئ اللي يحاول أطفي الزهور أو أطفي الورود من غير حذر، لأنها ممكن تجرح إيديه. الكلام ده يمكن يصدم ناس كتيرة من الناس اللي لسه قاعدين بيحلقوا في أجواء خيالية. بنقول إن الزواج حاجة عملها ربنا، يعني بعد ما ربنا عمل الجنة وعمرها وكل حاجة، بص كده وقال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. فأوقع الله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. الله حاسس بآدم، وآدم بيبص حواليه ولقى من كل الكائنات ذكر وأنثى، أما لنفسه لم يجد نظيره، لكن سكت، عقله اشتغل، كان في أفكار كتير بتدور عليه عن طريق المقارنة بين الكائنات التانية اللي موجودة، لكن سكت. لكن الله شاف إن الأصوب إن يدبر لآدم امرأة، فأخذ حواء من جنبه وقدمها له عروسة لي علشان يفرح قلبه. وكان الله هو اللي عقد الجواز بنفسه علشان المعونة، عشان كده بنقول معينة نظيره. وللألفة عظم من عظامي ولحم من لحمي، وللاتحاد يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، وعلشان كل واحد من الاتنين يكمل الآخر، يقول لنا يكونان جسدا واحد. للأسف ناس كتير بتندفع وراء العاطفة اللي بتقوم على المظاهر،
وبيجروا عند أول إشارة تصدر من القلب. وياما ناس خدعتهم العواطف. طبعا في ناس العواطف بالنسبة لهم يعني شيء فياض وشيء سبب فرح، لكن بقول ياما ناس تانيين خدعتهم العواطف اللي قايمة على المظاهر أول بس ما يحس إن في إشارة كده من قلبه. وياما أكتر القلوب اللي ضلت خصوصا وهي لسه بتتفتح على الدنيا. الجواز يا أحبائي أعظم قرار تتخذه المرأة في حياتها، عشان كده ضروري الاحتكام للعقل. العقل لا غنى عنه، العقل صديق لا يخدع، رائد لا يكذب. العواطف كتير ما بتبقى تشبه الرمال الناعمة اللي تغوص فيها وتختفي جواها الحقايق وتختفي معالمها. لكن اللي أقدر أقوله ما تستغناش عن حد من الاتنين، لا العقل ولا القلب. الزواج شركة مقدسة بتقوم على طرفين متوافقين في الميول والطباع، شركة محبة متبادلة وتعاون متبادل وتضحية متبادلة. سر الجواز يا أحبائي ارتباط واتحاد بين قلبين وفكرين، ما هواش اتحاد جسدي فقط. عشان كده من الضروري ان يفهم المقبلين على الزواج، ولازم يتأهل كل واحد منهم ويكون فعلا قادر على هذه المسؤولية. لازم يكون الراجل قادر على الإنفاق على بيته. الأهم من كده إن يكون الرجل والمرأة وصل لمرحلة البلوغ العقلي والنضج الجسماني والعاطفي. دي أمور جوهرية لازم تكون موجودة من البداية قبل ما نفكر في أمر الزواج، وبدونها لا يمكن الاتحاد المقدس بين الزوجين. طيب يا أبي، ناخد كمان سؤال. والحقيقة هي سيدة وكتب عنوان الرسالة زوجة تعيسة، يعني نتمنى ان هي ما تبقاش تعيسة ولا حاجة، ونفسي قوي انها تكون سامعة قدسك دلوقتي علشان تسمع كلمة تعزية. وسؤالها بيقول، هي بتحكي بتقول انا اعيش مع رجل لا يعرف الرجولة، و بل تعرف الرجولة طريقا إليه، فهو يتصور أن الرجولة هي الشخط والصوت العالي وحرمان البيت من المصروف وإذلال الجميع والإنغماس في الشر. وأخيرا قالت الزوجة ديت أنه هي بتتكلم بمرارة جامدة جدا، وأن هي اتهمت الزواج ككل بأنه مشروع فاشل بناء على تجربتها هي وبناء على اللي جوزها بيعمله معاها. مش عارفة أبي رأي قدسك ايه في اتهامها بان الزواج كله مشروع فاشل. بعض الشبان بيهتموا ازاي يحصلوا على زوجة صالحة، ودي بيعتبروها المثل الأعلى، وتلاقي الواحد منهم يفضل يدقق في اختيار الزوجة الصالحة تدقيق شديد جدا، وأول ما يلاقيها ويحصل عليها يعتقد إنه حقق كل حاجة، ضامن للسعادة، ضامن للهنا. الحصول على الزوجة ممكن ما يكونش أمر صعب، لكن هل أنت يا زوج صالح؟ الأمر الأهم
اللي مفروض الراجل يعمل في سبيله كل شيء ممكن، يستخدم كل ذكائه ازاي يحتفظ بالنعمة الكبيرة اللي ربنا اداها له. مهم قوي ان يتعلم ازاي يحتفظ بالزوجة اللي هو اختارها مش اللي اتجوزها لغرض محدد. الشاب اللي ما بيتوفقش للحصول على زوجة ما اتجوزش خالص، ده يعني الدنيا مش هتسود في وشه قوي، لكن اللي يحصل على زوجة صالحة ويفقدها دي تسبب مرارة وحزن ملهاش مثيل. عايز اقول للزوجة اللي بتشتكي وبتقول الزواج مشروع فاشل، الزوج ما هواش ملاك، زي ما كنت بتكلم من شوية بقول الزوجة ما هياش ملاك، الزوج مش ملاك، ما تتفائليش اكتر من اللازم. الزوجة اللي تعتقد في بداية جوازها ان زوجها ملاك منزه عن العيوب والغلط، انسان كامل الصفات، دي انسانة غلطانة خالص. زوج صاحبة الرسالة من خلال كلامها شخص غير سوي غير متكامل. ممكن تكون الزوجة هي المسؤولة عن تصرفات جوزها، ربما عن غير فهم او عن غير دراية، هي انسانة معرضة للضعف والنقائص زيها زيه. ويمكن الزوج رسم مسبقا صورة معينة في خياله، تصور انها انسانة ملائكية جاية من السماء، لكن لما اكتشف ان في وهم عاش فيه واصيب بخيبة امل وما قدرش يحتمل، فصارح الزوجة بانه اساء الاختيار اساء الحكم، وانه تعبان. هنا الزوجة مالهاش ذنب، كون هو يرسم لها صورة في خياله انها ملاك من السماء، هي ما قالتلوش ارسم الصورة دي الا اذا كانت هي عملت على خداعه وغش. ممكن تستخدم جمالها في خداعه، زي ما قلت في البدايه كتير من الرجاله بتقول انها هتتجوز جمال الروح جمال النفس، لكن الحقيقه بيتجوزوا جمال الجسد، بيتجوزوا الحسن. نسيوا اللي قاله الحكيم لما قال الحسن غش والجمال باطل. غالبية البشر يغشهم الجمال، يسحرهم، يعميهم عن أي شيء تاني، لأن اختيار الزوجة الجميلة من غير تدقيق بالظبط زي ما بجيب تمثال تقاطيعه حلوة جدا جدا يلفت النظر، لكن من الداخل صخر صلب. في واحدة راحت اسم البوليس، ما حدش قال لها، لكن هي راحت وقابلت المأمور بتاع الاسم وطلعت له حتة مخدرات وقالت له أنا مش متسجلة في أي حتة، لكن انا تاجرة مخدرات وحسيت ان انا عايز اتوب، لكن لازم اتحمل الجزا عن الناس اللي انا اذيتهم. مأمور الاسم حطها في التخشيبة، اتعرضت على النيابة، اتحكم عليها بالسجن، وهي في السجن المحققين مش مرتاحين، يعني وهم بيحققوا معاها مش مرتاحين. فجم في الاخر نظروا القضيه تاني
وثبت انها بريئة تماما تماما تماما، وامروا انها تخرج من السجن. بكت ورفضت الخروج وقالت لو خرجت هعمل جريمة عشان ارجع. طب ليه؟ انا مش طايقة اعيش مع جوزي، جوزي خلاني قمة في التعاسة. صورة مؤلمة لما تبقى الزوجة تفضل انها تتسجن عن انها تعيش مع جوزها. ده بالعكس بقى لقينا حاجة تانية. السيدة صوفيا وولف دي طلبت من واحد من الرسامين ان يرسم صورة لجوزها على لسانها، علشان كانت هي السبب في موته بلسانها الصليط. ندمت بعد العملة بتاعتها. أحبائي، العلاقة الزوجية مزيج عجيب من العطاء والاحتياج، بخلاف أي علاقة تانية. أي علاقة تانية في إنسان بيبقى ليه دور محدد، بيدي بياخد وهكذا، لكن إنه يدي وياخد في وقت الوقت في نفس الوقت الاتنين ممتزجين ببعضهم، ده أمر متناقض. إزاي القوي بيحتاج رعاية؟ هو ده سر العلاقة اللي تجسد حقيقة الإنسان. الراجل وهو بيدي بيكون ده دليل على قوته، لكن لما يجي ياخد ده دليل على احتياجه. احتياجه للحنان، احتياجه للحب، احتياجه للاهتمام. مش غريب ابدا في اطار الزواج ان يكون الانسان قوي ومحتاج في نفس الوقت. قمة انسانية الانسان تتجلى في الزواج، تتجلى في علاقته بزوجته. يبقى الانسان على حقيقته، ما بيتزوقش، ما فيش رتوش ولا مكياج، وزي ما يفروض يكون بطبيعته، بقوته وضعفه، بعطائه واحتياجه، بنضجه وطفولته. يتجلى الانسان في اروع صوره في نطاق علاقه الزواج. علشان كده الإنسان يقدر إنه يظهر ضعفه، إنه يتألم بصوت عالي، يتوجع، يعبر عن إحباطاته وفشله، وما يخافش أبدا من أي نقد أو تجريح أو سخرية أو استهزاء. شريك حياته هو بعض منه، هو نفسه. عشان كده ما يخافش إنه يتعرى قدامه أو إنه يعلن ضعفه أو إنه يعلن مخاوفه وحتى الصغائر اللي عنده. ولما تبقى الظروف ما بتسمحش إن هم يتطابقوا مع بعض باستمرار، الدنيا بتولع، الزوجة منتدبة في عمل أو الزوج منتدب في عمل، يبقى شاعر ان حياته كلها مخطوفة. محتاج انه يعيش حياته الحقيقية، لا يخشى ان يتعرى او انه يعلن ضعفه ومخاوفه حتى صغائره. كلام قدسك يا أبي بيأكد الإجابة كمان على السؤال اللي هقوله لقدسك دلوقتي، وهو الحقيقة تكاد تكون قدسك جاوبته، لكن هنسأله برضو بطريقة تانية. وهو من أحد الرجال بيقول: عندما تسألني زوجتي عن رأيي في ملابسها أو تسريحة شعرها، هل أقول لها الصراحة أم أكذب عليها؟ من الحاجات اللي ثبتت يعني بالدراسة
ان المرأة لما تحب ان جوزها يقول رأيه في تسريحة شعرها او موديل فستانها، هي مش عايزة غير انها تسمع كلمتين حلوين، ما هياش عايزة ابدا الصراحة المجردة. يعني لو مثلا الحاجة مش صح اقول لها كلمتين حلوين، واقول لها في نفس الوقت برضو ان الحاجة دي ما تليقش بيك، لكن ما هسيبهاش كمان تبقى مجال للتريقة. وفي نفس الوقت لازم الزوج يقول كلمتين حلوين. كلمات الإعجاب والحب اللي بترن في أذن المرأة وتلاقي ليها صدى في قلبها تحتاج لحكمة، تحتاج لحكمة من الزوج، لأنه لو قعد يرددها باستمرار الزوجة هتحس إنه بينافق أو إن العبارات دي نوع من السخرية. اوعى تمتدح أي امرأة وخاصة في جمالها أو رشاقتها أو أي شيء يخص أنوثتها. اوعى اوعى تمتدح أي امرأة قدام زوجتك، حتى لو كانت أمك، حتى لو كانت أختك، أو لو كانت بنتك، أو أخت زوجتك، أو أمها، أي إنسانة حتى لو كانت متوفية، وإلا هتلاقي نفسك دخلت في عش الدبابير. حقيقي أبي، ايه رأي قدسك يا ابونا؟ والحكاية ديت الحقيقة بسمعها كتير جدا، انه ممكن يكون في اتنين داخلين على خطوبة او ممكن يكونوا اتخطبوا اوريدي، لكن في حد فيهم طرف من الطرفين بيكون شايف ان الطرف التاني ما فيهوش كل حاجة هو عايزها، لكن برضو بيوافق لسبب ما، ممكن تكون مثلا فلوس، ممكن يكون لأي سبب او اي غرض في نفسه. وبعدين يقول انه ممكن بعد الجواز هيحاول يغير الشريك التاني بالصورة اللي تناسبه او بالصورة اللي بيكون تتماشى معاه. ايه رأي قدسك في التفكير ده؟ مرة قلت لشاب داخل على الجواز، انت قلت لي ان في خلافات في الانسان اللي عايز ترتبط بيها، فرد وقال انا عارف وانا هشكلها بعد الجواز على القالب اللي انا عايزه، لكن فشل تماما في عمل التشكيل ده. لو عايز حبك ينمو ويترعرع مع الايام، احترم الاختلافات اللي في شريكة حياتك او في شريك حياتك. طوبى للزوجين اللذين يسيران معا رحلة الحياة في خوف الله، ويتطور زواجهم مع الزمن فيصبح صداقة متينة مؤسسة على الحب الصحيح. بيقول وراء كل عظيم امرأة. طب يا ترى المرأة دي بتعمل ايه وراء الرجل؟ اول حاجة تخلق منه انسان جديد كل يوم. المرأة تقدر تبني جوزها أو تهدمه من خلال طريقة تعاملها معه. ممكن المرأة تقابل جوزها بالسخرية والإهمال وعدم المبالاة، فدخل خرج ولا كأنه دخل ولا أي حاجة خالص. الكلام ده يجرح كبرياءه، يسبب له جرح عميق، ما يقدرش الراجل يقف مكتوف الايادي قدام جرح كبريائه. حتى لو ما تكلمش ممكن يشعر بالاحتقار ويعبر عنه
في صور كتيرة حادة. ليه ما تكونيش عظيمة؟ في أبونا الأيام ديت عايزة أقول إنه طفرة أو حدث شائع جدا وهو الطلاق. تقول قدسك إيه النهاردة لكل أحبابنا اللي بيشوفونا دلوقتي ويكونوا حاطين في دماغهم أو مرتبين لموضوع الطلاق، وممكن مش يكونوا مرتبين بس ممكن يكونوا دخلوا أو بدأوا فعلا التفكير دوت، وبيكونوا بيشوفوا قدسك النهاردة تقول لهم ايه بعد ما سلموا حياتهم في سر الزيجة وامام الهيكل وفي كنيسة ربنا. عايز اقول ان بعد مرور الاف من السنين كان الانسان بيتخيل ان الزواج يكون اكتر سعادة، لكن الاستنتاج ده ممكن يكون استنتاج خاطئ للأسف الشديد والحزن المرير. أحيانا الرباط المقدس اللي تم في الكنيسة قدام مسبح الله يصير في البيت غير مقدس، الاتحاد أصبح انقسام، الواحد ممكن يبقى أكتر من اتنين وتلاتة واربعة، أصبح أمر يعني ناس ما بتهتمش بيه، بتسد ودنها على كلمة ما جمعه الله وهي تفرق. انتشرت حالات الطلاق وخصوصا في بلاد المهجر. المشكلة مش بتنتهي بالتجافي والانفصال، لا دي بتبدأ بيه. الانفصال مش هيحل المشكلة أبدا، لكن هيسيب وراه قلوب متحطمة، بيوت متهدمة، ومهما مر الزمن يستحيل الشفاء أبدا. والكلام ده ابتدى منين؟ ابتدى من البيت. الكلمات الحلوة تحولت لمرة، المحبة تحولت إلى نزاع، الوحدة تحولت إلى فرقة، سفينة الحياة الزوجية لو غدرت بناء المحبة تحطمت على صخور الخطية. ما بدأ في الكنيسة وصل إلى المحكمة. الزوجين اللي بدأت محبتهم بجنون انتهت أخيرا بجنون، وصار كل منهما يطلب الإنصاف من الآخر. مرتبط شوية بالسؤال اللي قبل كده، وهو ان ايه رأي قدسك لو كانوا زوجين مع بعض مش في البيت بس لكن مع بعض في الشغل كمان، يا ترى هل ده بينعكس عليهم نفسيا؟ هل ممكن يزهقوا من بعض؟ هل ممكن تكتر المشاكل؟ ولا ديت حاجة كويسة تكون بينهم وتوطد العلاقة بينهم؟ الزوجين مع بعض في مكان عمل واحد، هو بيشغل منصب مهم، هي عجبته، مسكت في مشاعره، تمت الخطبة، اتجوزوا، بقت حياتهم مع بعضهم داخل البيت وفي مكان العمل. هو في مكتب وهي في مكتب تاني، وفي وسط اليوم هو يجي مكتبها مرة مرات وتروح هي مرة ومرات، وزمايلهم اللي في الشغل يقعدوا يتودودوا عنهم. ومع مرور الأيام انتهت أيام العسل وخلفوا أطفال وظهرت المشاكل الكتيرة اليومية العادية. لا تخلو حياة زوجين من المشاكل أو المتاعب. الاحتكاك اليومي بيبقى معاه خلافات وبيبقى معاه متاعب. انعكس الكلام ده على الزميلين الزوجين، بدأت المشكلات تبان، بقت واضحة، تحكيها الزوجة ويحكيها الزوج ويتدخل الناس التانيين، أحيانا يتفرجوا على اللي بيحصل
احيانا يصالحوا بينهم لما يقع الخصام او الخلاف. بدات خلافاتهم تاخد شكل جديد، شكل حاد. في لحظه انفعال هو غضبان، تطاولت الزوجه على جوزها داخل مكتب وقدام زمايله. حس الزوج ان كرامته تهانت وموقفه بقى مش تمام قدام زمايله. الزوج انجرح، حب يرد لها الصفعه الصعصعين قدام كل زمايلها وتصرف تصرف رديء. مد ايده عليها وكانت مشكله. بعد ايام اتصالحوا، كل واحد منهم نسي اللي حصل. اتكررت نفس الاخطاء وكل حد منهم قاعد يوجه الاتهامات والالفاظ الجارحه، ورجعوا للبيت واتصافوا ونسيوا، لكن الزملاء ما نسيوش. سقط الزوجين مع بعضهم من نظر الزملاء والزميلات. بعضهم بيلوم الزوجه والبعض بيلتمس ليها العذر، والبعض بنفس الطريقه ينحاز للزوج ويلتمس له العذر. يا جماعه، الزوجين اللي بيعملوا في مكان واحد يحتاجوا وعي تام، يحتاجوا وعي تام. هما موجودين في مكان عمل، لازم يكونوا حذرين في سلوكهم، في كلامهم، في حركتهم. أول الأخطاء اللي يقع فيها الزوجين الخلط بين حياتهم الزوجية الأسرية وبين حياتهم العملية. الحياة الزوجية مكانها في البيت. الخلافات اللي بتحصل ما تخرجش عن حيز البيت، وممكن حلها في لحظة، ولازم تتحل وناخد مواقف محددة فيها داخل جدران البيت. وجود الزوجين في مكان واحد للعمل ما هوش مبرر أبدا لحد منهم إنه يتنقل من مكتبه لمكتب الآخر، إلا لو في ظروف شديدة جدا لاحتياج العمل. لكن ما تدوش فرصة لحد يتدخل في حياتكم. من الأفضل إن يكون التفاهم بصوت واطي. اللي بقوله ده يطبق على الكل، مش بس لو هم في العمل وفي البيت. من الأفضل إن ما يكونش بصوت عالي، وإنه ياخد المواضيع اللي تخص حياتهم بهدوء، علشان تظل أسرار البيت مصانة وبعيدة عن عيون الناس، أو يتم فيها تبادل نكت مع بعضهم في مكان العمل وفكاهة، علشان يظل جدران الاحترام موجود بين الطرفين، يظل كل منهم محتفظ بمكانته الوظيفية واحترامه بين زملائه ومرؤوسيه. نعم يا أبي، ده كلام سليم فعلا. كمان يا أبي، حاجة من اللي بتحصل دايما الحقيقة كتير جدا جدا جدا، بنسمع في الأول ان هم بيحبوا بعض قوي، هيموتوا على بعض ان هم يتجوزوا، وبيضحوا بحاجات كتير جدا احيانا لغايه لما الاهل يوافقوا، لغايه لما يوصلوا لبعض ويبنوا بيت ويتجوزوا. لكن بتحصل الصدمه الكبيره، مش ليهم هما بس، لا للي حواليهم كمان، او اللي عارف كان قصه حياتهم من الاول مليانه حب ومليانه تضحيه. وبكل سهوله يا ابونا للاسف بيحصل الفتور وبتبرد العلاقه بينهم، وللأسف ممكن كمان توصل للانفصال. رأي قدسك ايه في العلاقات اللي زي دي؟ اول علامات التنافر
وعلامات التباعد دي بسبب فطور المحبة. يعني زي ما قلت ان هم كانوا بيحبوا بعض وهيموتوا على بعض وكلام كتير كتير عن محبتهم لبعضهم، لكن حصل فطور وبعد كده نشأ بين الزوجين منازعات، وتدريجيا القلوب بتتنافر، القلوب اللي كانت مليانة حب وارتباط بدأت تتنافر، لكن دي مجرد أعراض المرض المرعب اللي هو الانفصال. احنا مش هنبحث عن أعراض المرض، مفروض ندور عن سبب هذه الأعراض. ايه هو السبب الرئيسي للانفصال؟ ما هو السر غامض. السبب في كل حالة يعزى لنقص الغذاء في البيت. نقص الغذاء في البيت أهملت بعض الأسر العناصر الضرورية للحياة اليومية. الجوع للبن العقلي العديم الغش الذي هو كلمة الله، الجوع لعسل الصخرة، الجوع لخبز الحياة، الجوع ده حرمهم من الأغذية الرئيسية، ما كلوهاش. كان ممكن للمرضى انهم يغذوا اجسادهم لكن ماتوا من الجوع، اصبحوا بدون اله لان بيوتهم انعدم منها المذبح العائلي. ده سبب اعراض مرض الفطور اللي بينتهي بانفصال القلبين اللي ماتوا من الجوع. العلاج هو علاج واحد، الطبيب الأعظم يدعو لاستعماله حالا، المذبح العائلي. لو كان فيه أو لم يزل موجود بصيص من المحبة، يلجأ كل واحد من الزوجين مرارا كثيرا كل يوم لو حب يبدأ في الحال بتناول طعام كلمة الله، الرجوع لله علشان يرتبط قلوبهم مرة تانية برباط المحبة ويبقى الاتنين قلب واحد. في نصيحة بتقدمها سيدة للزوجات، بتقول امنحي زوجك الإكرام والحب حتى لو كانت أعماله لا تستحق ذلك، حتى لو أعماله لا تستحق ذلك. تعلمي كيف تقبليه رغم كل شيء، لا تركزي فقط على إصلاح زوجك لكن حبيه. لو حصل خلاف مع زوجك ما تحاوليش إثارة أولادك أو أصدقائك أو قرايبك للوقوف معاك ضده، ما تتكلميش قدام الآخرين عن مشكلاتك الزوجية لأن كده بتحطي الجاز على النار، ما تحكيش مشكلاتك لرجل على الأخص. إذا احتجت لمشورة اتجهي لصديقة حكيمة مخلصة أو لأب اعترافك أو خادم مسيحي لا يفشي الأسرار أو خادمة لها نفس الصفات أو لمن لا يستغل موقفك لإثارة عواطفك وعقد مقارنة مع زوجك. دقي يعني يبروز لك مساوئ جوزك ويبين لك في نفس الوقت ما حسنه هو من أجل أن يجتذبك ليه. ركزي على نفسك لإصلاح أخطائك بدل من التركيز على أخطاء جوزك. لو حصل غضب
اوعي تسيب البيت ابدا، وشجعي جوزك كمان انه ما يسيبش البيت. ترك البيت بيعقد المشاكل ما بيحلهاش. قضي وقت في الكنيسة، القداسات والاجتماعات تشجعك روحيا. لو اتخانقتي مع جوزك ما تحاوليش المبالغة في تعويض أطفالك بسبب غيابه. الزوجة اللي تبالغ في الحنية على أولادها لأن آبائهم ترك البيت والاعتقادها أنها كده بتعوض طفلها عن أبوه الغايب، أحيانا الأم بتحول حنانها ده لأمور سيئة. ده يضر الإنسان الإبن، ممكن الإبن يحقد على أبوه وينضم لجانب أمه، وممكن ينتهز الفرصة دي لزيادة دلاله وتحقيق مطل. بعض المتزوجين يا أبي، والحقيقة مش قادرة أقول ستات أكتر أو الرجال أكتر، لكن نقدر نقول أنه من الناحيتين بيشتكوا من نفس الموضوع اللي هقوله لقدسك دلوقتي، وهو الجمود. بمعنى أنه مع روتين الحياة، سواء بقى في المهجر أو في مصر، مع روتين الحياة بيكون الوقت كله بيتاخد، سواء في شغل أو بقى اليوم عبارة عن روتين من الشغل للبيت، وإذا روح البيت بيكون خلاص على الآخر، بيكون عايز ينام، مش مستحمل يتكلم، مش مستحمل يناقش، مش مستحمل يسمع حاجة عن الأولاد أو يسمع زوجته في غيابه كان بتعمل إيه. ونقدر نقول العكس كمان، وده الحياة ديت بتخلو يا ابونا من هم ممكن يخرجوا مع بعض يتفسحوا وشموا هواء. الحقيقة الإنسان بيكون محتاج إن هو ياخد وقت يتفسح فيه، يخرج يشوف أماكن جديدة، يريح دماغه من أي مشاكل، يريح دماغه من الروتين اليومي اللي متعود عليه. رأي قدسك إيه في الناس اللي ما بتعملش كده خالص لكنها مستمرة في الحياة بنفس الروتين ده؟ ده أنت سألت السؤال وجاوبت عليه. الشيء الواضح أن التغيير مظهر مهم جدا من مظاهر الحياة الطقسية في الكنيسة. عندنا أعياد، عندنا أصوام، عندنا شهر كياك، عندنا أسبوع الألام، عندنا الخمسين، ذكرى القديسين، وكل حاجة تدي جو يغير الإنسان ويفرح قلبه. لو احنا استفدنا من كده يتجدد جوانا الفكر الروحي اللي بينعكس على معاملتنا وعلاقتنا. ومع ذلك لا بأس في ظل المحبة اللي اتكلمنا عنها ان احنا نغير ألوان معيشتنا بالخروج في نزهة او زيارة او بالصلاة في كنيسة بعيدة شوية إذا كان ده متاح، لأن في بلاد ما فيهاش غير كنيسة، أو بالدعوة لحضور اجتماعات روحية، أو بالتنويع في القراية والاطلاع، كمان الإسهام في مشاريع الكنيسة بشرط ما يكونش فيه حب ظهور. المهم إن كل شيء بيتم في إطار حب زوجي وتأكيد العلاقة الأسرية أكتر، والبحث عن اللي يزيدها تدعيم مش انفعال. عمل قداس في يوم عيد الزواج ودعوة بعض الأقارب والأصدقاء لحضور القداس. طبعا في ناس مش عارفة تاريخ جوازها، أنا عارف دي كويس، ودعوة بعض الأصدقاء لرحلة يشوفوا فيها أماكن الشهداء والقديسين. تغيير، عملية تغيير، كل شيء يتم بفرح وشكر. طبيعة الحياة الأسرية نفسها برضو مرتبطة بالتغيير. الأولاد بيكبروا، بيتنقلوا من مرحلة تعليم لمرحلة تانية، البنات بتكبر، واضح ان بيبقى ليهم التزامات جديدة. المهم ان الاب والام يكونوا سعداء باللي بيحصل حواليهم من تغيرات
للاسره ويشكروا ربنا على كده. الشكر هوا نقي، هوا نقي يطرد هوا الملل الفاسد الذي يؤدي للخراب، نطرده بره، يجدد للنفس قوتها ونشاطها النفسي والمعنوي والروحي. معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ اشكروا في كل حين. برضو من الحاجات اللي بنسمعها احيانا ان الحياة تبدأ بعد 60، يكون الاب والام حققوا مسؤولياتهم والتزاماتهم ناحية ولادهم، وبعد كده ممكن يتخلصوا من قيود الحياة الرتيبة وانهم يكونوا موضع اهتمام الاخرين بيهم من ناحية تانية. في كل ده متابعة التأمل في الكتاب المقدس، مواصلة الخدمة زي الوزن اللي ربنا اداها لكل واحد، والارتباط بالكنيسة وبالعبادات الدينية وتقصها، من شأنها انها تخفف من تأثير الملل ومضاعفاته. عدم وجود مشكلات كبيرة او صغيرة في الحياة الزوجية لا يكفي ابدا لصيانتها او الابقاء عليها مدى الحياة، لكن على العكس عدم وجود مشاكل اطلاقا واستمرار الحياة على روتين واحد فترة طويلة يؤدي في اوقات كتيرة لفشل الحياة الزوجية. طبعا دلوقتي الناس قاعدة تقول ايه ده اللي بيقوله ده ابونا ده، يؤدي الى فشل الحياة الزوجية، لكن هذا لا يعني ان وجود المشكلات امر لابد منه، ابدا ابدا، ما هوش امر لازم علشان الاسرة تصون حياتها، لكن المقصود ان ضرورة التجديد والتغيير والانعكاس للفرح ووجود مشاكل يجمع ما بين الزوجين ولا يفرق، يقعدوا يتحدوا مع بعض يفكروا في ايه اللي يتعمل علشان يواجهوا المشكلة. الملل والروتين بيعرض الجواز احيانا للفشل زيه زي الازمات الكبيرة، وده يقتضي من الزوج والزوجة والزوجة بالذات انها تراعي عدة امور رعاية هامة جدا. ناخد رسالة يا ابونا من الرسائل اللي بتجيلنا، وهي من احد الامهات بتقول ان عندها ولد وبنت يبلغ الصبي 11 سنة وتبلغ الفتاة 8 سنوات، وكثيرا ما كانت تشكونهما فهما لا يطيعنها، مش بيطيعوها ومش بيسمعوا الكلام ومش بيتقدموا في دراستهم خالص، على الرغم من ان هي بتقعد تنصح فيهم زي ما بتقول كده من الصبح لبالليل بتفضل تنصح فيهم، وان هي بمفردها، وبتقول كمان هما يعجزان عن ان يفعل شيئا ما، يعني ما يقدروش يعملوا اي حاجه لوحدهم، وهما الاثنين دايما غيرانين من بعض، في غيره بين الاخوات، وهي بتقول بقى عن نفسها هي اصبحت عصبيه المزاج وسريعه الغضب ودايما بتعاقبهم، يعني هي فوق كل ان هي بقت عصبيه هي بتعاقبهم، لكن هي مش شايفه منهم اي اصلاح برغم عقابها ليهم. راي قدسك ايه؟ هذه الأم من كلامها باين عليها إنها بتميل للسيطرة وبسط النفوذ، وتحب إنها تدير وتدبر كل شيء بنفسها، وممكن تكون ما بتراعيش أي حد حواليها. كان مر عليها مشكلة زي دي بالظبط، وكان واضح إن الأم دي مسيطرة بصورة متعبة، هي عاوزة تفرض سيطرتها على جوزها على الولاد
ووضحت ببساطة أسلوبها وقالت إنها عصبية وإنها بتنصح العيال طول اليوم من الصبح لآخر اليوم قاعدة تنصح. في نوع زي كده بيبقى حاجة تانية، الأم اللي تفضل تلف على عيالها علشان توكلهم، العيال الصغيرين، وتفضل العيال يجروا وهي تجري وراهم، تجري وراهم ويلف حوالين بعضهم، والترابيزة دي تغلب من الأكل اللي ممكن يتنطر عليها. أحد الآباء كان في زيارة للأسرة دي وكان نازل عندهم إقامة وشاف المنظر ده، قال لها انت بتعملي ده؟ قالت له طب قول لي يا ابونا اعمل ايه؟ قال لها ما تجيش اقعد استني، الاكل اهو تعالوا اتفضلوا كله دلوقتي، 10 دقائق والاكل هيتشال. العيال قعدوا يلعبوا ولا كان حد كلمهم، 10 دقائق قال الام شيل الاكل، يا ابونا ما كلوش، ده قلبهم هيقف، دول هيقعوا من طولهم. قال لها شيل الاكل، شالت الام الاكل وهي يعني ناقص انها تغرق الترابيزه والاطباق بدموع عينيها. العيال بعد شويه عايزين ناكل، قال لهم الاكل كان موجود من شويه، الطاقه الثانيه لما يجي ميعادها تيجوا تاكلوا. بعد شوية تانيين عايزين ناكل، قال لهم أبدا في ميعاد الأكل. لما جه ميعاد الطاقة التانية العيال جريوا وأكلوا، وأكلوا ضعف اللي بياكلوه من إيد أمهم في اللف والدوران حوالين الترابيزة. بننسى تأثير الشيء الدائم 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 على الطرف الآخر. أفضل أنصح فيه 24 ساعة، افضل اشخط فيه، افضل اتخانق معاه، كل ده مش هيجيب نتيجة. زي ما قلت في حالة زي كده قابلتنا وفهمنا الام الخطأ بتاعها، قلنا لها مالكيش دعوة بالعيال، سيبيهم على رغبتهم لمدة 15 يوم، ما تقول لهمش اي حاجة، لا تقول لهم ذاكروا ولا تقولي لهم كلوا ولا نظفوا مكان نفسيكم ولا اي حاجه. بعد ال 15 يوم ايه اللي حصل؟ العيال انتظمت، اكلوا ونظفوا مكانهم وذاكروا احسن ما كانت هي وراهم بالكرباج زي ما بيقولوا، وأصبحوا بعد كده شايفين مصلحتهم كويس جدا. بعض الحاجات الصغيرة كمان بتسبب مشاحنات بين الزوج والزوجة، خاصة لما تكون الزوجة زي اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي. نلاقي مثلا الحوار يبدأ ازاي؟ هي تقول له الحكاية اللي انت بتقولها دي فكرتني بكلام وحكايات ابن خالي اللي كان بيقولها لنا بس دمه خفيف. يرد عليها طول النهار ابن خالي ابن خالي، ما اتجوزتوش ليه وريحتيني؟ تسريحة شعرك حلوة، كانت دايما منيرة بنت عمي تعملها. انت كل ما تشوف حاجة تقول منيرة، يا دي منيرة اللي ما فيها حاجة تتشاف، ما رضيوش يجوزوها ليك، تقوم تقرف ولاد الناس بيك وبنت عمك. مشاحنات تسبب مشاجرات وما تمرش الا والجو تعكر. خواطر وانفعالات طفولة أو طفولة مبكرة
ممكن تكون من غير أي تفكير أو تطلع لارتباط، لكن سرعة الانفعال والاندفاع في الكلام من غير حكمة ومن غير كياسة وعدم تفهم من الجانب الآخر. الحقيقة أبونا احنا معانا أسئلة كتير في حلقتنا، ولكن احنا وصلنا لآخر الحلقة. رأي قدسك ايه؟ احنا ممكن نكمل حلقة تانية، وبعد كده عايزين نبدأ زي ما جاني طلبات كتير في شرح القداس. احنا كنا خدنا حلقة او حلقتين كمقدمة، لكن الاسئلة اللي جاية اسئلة كتيرة جدا جدا وفي عمق القداس، فان شاء الله المرة الجاية نحاول نخلص الموضوع بتاع المشاكل الزوجية، او نكتفي بالحلقة الجاية ونبدأ في القداس، وممكن حسب ما الأسئلة بتجينا لو كان في رغبة تاني في موضوع الأسرة هنتكلم فيه وبنبدل. احنا عندنا في المقدمة بتاعتنا مكتوب أسرة وكتاب مقدس وأمور كتيرة، فحسب أسئلة الناس وطلباتهم احنا راح نشرح. أمين يا أبي، أنا نفسي فعلا كل الأحباء اللي بيسمعونا دلوقتي وبيشاهدونا إذا كان ليكم أسئلة تاني تقدروا تبعتوها على الإيميل بتاع القناة باسم برنامج كنوز أو لقدس أبونا، وإحنا مكملين مع حضراتكم بقية الأسئلة اللي ما قدرناش نقولها النهاردة، واللي ما سمعش السؤال بتاعه النهاردة يستنينا الحلقة الجاية. شكرا ليك يا قدس أبي. ربنا معاكي ومع أحبائنا في كل مكان، يحافظ عليكم ويديكم. شكرا ليك يا ابونا. اعزائي المشاهدين، الى هنا وصلنا الى نهايه حلقتنا، ومكملين مع حضراتكم الحلقه الجايه ان شاء الله في نفس الموضوع والمشكلات الزوجيه واسئله حضراتكم. شكرا ليكم وحسن متابعتكم، ونشوفكم في لقاءات اخرى وبرنامجكم كنوز. فيها ناس وطرق تبان مفتوحة.